السلام عليكم أخي وسام وإخواني المشاهدين أي شخص بده يشاهد هذا الفيديو معكم حسام من سوريا أنا بهذا الفيديو الصغير حابب أعطي رأيي بدورتي تحليل الموجي والبرايس أكشن اللي اشتركت فيها مؤخراً أنا تقريباً صار لي أربع شهور بالدورة ما زلت عم شاهد الفيديوهات وأتعلم وكل يوم عم حس خبرتي عم تزيد عن يوم بهذا المجال في التحليل الموجي صراحة هذا الطريقة الاحترافية بالتحليل بتخولك تفهم اي سوق من سوق الفوركس لسوق الكريبتو لسوق الاسهم لسوق الاندسيز لسوق الاويل والذهب كل الاسواق حلاوة هذه الدورة والطريقة في التحليل يمكن تطبيقها على اي سوق وهذا الشيء اللي جذبني على الالتحاق جذبني وخلاني التحق بهذه الدورة صراحة المعلومات الموجودة بهذه الدورة ما ما شفتها بأي قناة يوتيوب صراحة أنا يعني طريقة الأخ وسام بالتحليل طريقة بسيطة وسلسة وسهلة الفهم بنفس الوقت تحتاج تركيز وإعادة أكثر من مرة أه رأيي بشكل عام دورة كتير مفيدة ومعلومات كم المعلومات الموجود فيها كبير جدا بحاس تحتاج من من, ش من أي شخص يعيد الفيديوهات أكثر من مرة ليسهل ويسهل عملية الفهم وممارسة التداول بطريقة آمنة صراحة هذا أول كورس بشوفه بخليك تتداول بطريقة آمنة من غير ما تخاطر بأموالك وتخسرها بشكل عشوائي أنا قبل هذه الدورة كنت اتداول بشكل كان عندي نوعا من الاستراتيجيات كنت أعتقد أنه استراتيجيات بس صراحة كنت أتداول بشكل عشوائي وشكل بناء على المشاعر وعلى تخمين السعر وين بده يروح وين بده وين بده يطلع وين بده ينزل صراحة مع دو... بعد هذه الدورة بتاعت التحليل الموجي والبرايس اكشن تغيرت نظرتي 180 درجة في مجال التداول والاسواق المال أه حابب من هذا الفيديو الصغير اتشكرك اخي وسام على هذه المعلومات القيمة اللي حطيتها بدورة التحليل الموجي والبرايس اكشن واتمنى لك النجاح والتوفيق في هذا المجال ولالنا جميعا وبتمنى من اي شخص وبشجع عفوا اي شخص بحب يعمل استقلال مالي او دخل اضافي فوق دخله الوظيفي يشترك في هذه الدورة لأن المعلومات الموجودة فيها قيمتها عالية وكبيرة جدا مقارنة بتكلفة الدورة وتستاهل أي مبلغ هذه الدورة تحليل الموجة البرايس اكشن تستاهل اي مبلغ يتم دفعه للاشتراك فيها مع اخواني بشجع اي شخص يعني بده يغير وضعه المالي ويحس باستقلالية مالية يلتحق بهذه الدورة ويتكل على الله والاخ وسام اخ تعب كتير وعم يقدم مجهود كبير ل تحقيق النجاح لاي شخص ملتحق بهذه الدوره وباذن الله بتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح <applause> اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا لكن قبل البدء ادعوكم للاشتراك في قناه التليجرام المجانيه هذا هو رابطها تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشره لا تاخذوا لا لا هذا الاسم ولا الصورة مقلدين هناك نصابين كثر يريدون النصب عليكم تضغطون على الرابط من صندوق الوصف هذا الفيديو مباشرة عندما تضغط على الرابط تصبح عضو في القناة المجانية التي يشارك معك في أرباح مشاركين في دوراتنا التدريبية كما تلاحظون أرباح يومية نشارك معكم يعني منذ سنوات ونحن نشارك معكم هذه الأرباح وهذا يثبت قوة دوراتنا التدريبية وكذلك نشارك معكم آخر العروض وهذا آخر عرض وهو عرض حصري قوي يعني من افضل العروض التي قمت بوضعها منذ ان بدات يعني التدريس باليوتيوب هذا العرض تحصل فيه على دورة التحليل الموجي ودورة البرايس اكشن وهم عبارة عن 34 فيديو مسجل 25 ساعة من الاسرار لاحتلاف اي سوق به متداولين لكن الاهم هو قناة التحليلات اليومية ستحصل على ثلاثة اشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية ان اخذت هذا العرض ولماذا قناة التحليلات اليومية هي الاهم لاننا نقوم بحصص يوميه من الاثنين الى الجمعه صباحا ومساء مباشره على الزوم ونسجلها لمن لم يستطع الحضور. في هذه الحصص هي عباره عن دوره تدريبيه مباشره معي، يعني كما لو انك حصلت على دورتين، دوره مسجله ودوره مباشره. المباشره تطبق فيها ما يوجد بالدوره المسجله. بما انني احلل يعني نطبق. ونبحث عن اهم الفرص اهم المناطق مناطق التلاعبات كيفيه تحديد التلاعبات متى نخرج متى ندخل وين وين هي اهم منطقه للبحث عن يعني الصعود ما هي اهم منطقه للبحث عن يعني الهبوط متى سيكون هناك تلاعب انتبهوا كذا امور كثيره تجعلك تطبق ما درسته في هذا الدورة وهذا أهم حتى من الدورة وهذا العرض سعره 197 دولار استجدنا الرابط مثبت في تعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط تضغطون عليه وتحدثون معي على الخاص مباشرة أنا الذي يمكن ان تخسرك اموالك. لذلك كل ما نقوم به في هذه القناه هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطي نصائح ماليه ولا استثماريه ولا توصيات. اذا ضغطت على زر الشراء او البيع فانت المسؤول مسؤوليه تامه عن قراراتك. قناه علمنا في الكاذب لا تتحمل اي مسؤوليه. كل ما نطلب منك هو ان تراقب تقارن تشاهد واذا جبتك الطريقه يمكنك الانضمام أن الى عروضنا والى دورتنا. ماذا لدينا في البيتكوين اليوم؟ لاحظوا <applause> لا بأس أن ندرس بنية البيتكوين من الصفر من الاول البيتكوين به موجة دفعه ثم تصحيح ثم موجة دفعه ثم تصحيح ثم موجة دفعه اذا هذه الموجة من هنا الى هنا بها زيادة في الزخم هنا توقف البيك بوين عن الشراء لانه بالنسبة له هذا السعر غالي جدا خلاص ما... ما لا يناسبه يجب ان يتوقف عن الشراء الى ان يصل الى السعر المميز الذي يناسبه بعد ذلك يبحث عن الشراء عندما عاد سعر المنطقه بالنسبه له كان هذا السعر ممتاز قام باضافه بعض بعض الصفقات ثم توقف عن الشراء مره اخرى هنا عند القمه اخذ ارباحه وانتظر الى ان عاد السعر لهذه المنطقه هل تساؤل الان هل هذا هو السعر المناسب له لكي يصعد السوق مره اخرى؟ إذا كان هذا السعر هو السعر المناسب له لاحظوا نحن في منطقة نطاق على فريم الأسبوعي وتم كسر هذه المنطقة بقوة على فريم الأسبوعي وهاته هذا النموذج نسميه لاحظوا الفي شيب وهذا للارتداد هذا الفيلم الأسبوع. طيب في هذه الحاله ماذا يقول لي التحليل الموجي يقول لي ان هذه الحركه قويه ما كان يفترض ان تاتي في هذه المنطقه كان يفترض ان تاتي بعد اكتمال التصحيح اذا هذا تصحيح معقد معقد يعني سيكون فيه ما يسمى بالتقفيل تقفيل يعني الحركه القويه التي لي... التي محلها او ليس لها محل من الاعراب ستقفل في المستقبل ثم بعد ذلك سنحصل على هذه الحركة هنا حتى يكتمل هذا النموذج حتى تكتمل هذه موجة واحدة ونحصل على موجة أخرى إذا البيتكوين في المستقبل هو للصعود على مدى الطويل قد يصل حتى إلى 80 والمئة ألف دولار لكن يجب أن يكتمل هاتي النموذج. هاتي هذا النموذج هذا التصحيح إذا هذا في فريم الأسبوعي وإذا هذا نموذج تصحيح في البرايس أكشن هذا نطاق هنا النطاق وتم كسر النطاق لكن انتبهوا هناك اخر جدار في هذه المنطقة اذا نزلنا الى الفريم اليومي لدي جدار في هذه المنطقة لاحظوا اذا هناك بيج بوي موجود في هذه المنطقة اذا سنزيل هذا المنطقة لأن احنا نحن استغلينا هذا الفي شيب من هذه المنطقة لاحظوا من 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 هذه المنطقة استغلينا الفي هنا في هذه المنطقة استطعنا استغلال هذه الفرصة ولازلنا في الصعود لكن نحن الآن في هذا الجدار إذا إذا أردت استغلال أو إذا أردت أن أجد فرصة أخرى نحتاج أن نحلل هذه الموجة الصاعدة هل ستستمر في الصعود ولا لا؟ لاحظوا كمية الديفيرجنس الموجودة هذا يقول لي أنه في فترة ما في منطقة ما يا اما ساحصل على تصحيح اكبر من هذا التصحيح لانه هذا هو التصحيح الوحيد الموجود وهو قوي يا اما ساحصل على تصحيح كبير وهكذا سيلغى هذا البول باك او هذا التصحيح بالصعود اكثر لا تنسوا على فريم ويكلي لانه نحن في فرصه للصعود لاخذ مثل هذا الموجود خصوصا لو تم كسر هذا النطاق بقوه اذا إما تصحيح واضح كبير يلغي لهذا النموذج وتصبح هاته موجة واحدة وسنحاول استغلال هذه الموجة إما إما بما أنه لدي نقص في الزخم الشرائي كما تلاحظون إما يعطيني هذه الحركة يعطيني هذه الحركة هكذا حتى يصبح هذا هو النموذج تصبح هاته هي الموجة الأولى ونبحث عن الصعود من هنا مرة أخرى اما اذا كان هذا البيج بوي الموجود في هذه المنطقه الذي ينتظر لانني لا اعرف هذا البيج بوي هل خرج ولا لساته موجود في السوق اذا خرج سنحصل على تصحيح وسيطير البيتكوين اذا كان لا زال موجودا في السوق سينزل البيتكوين او على الاقل سيكون هناك رد فعل إذا لا أستطيع أن أعرف هل لا زال موجودا أو لا إلا إذا أثبت لي البرايس أكشن ذلك هنا بتصحيح لذلك قلت نريد تصحيح هل حصلت على ذلك التصحيح الذي أريد؟ لا أحتاج إلى تصحيح أكبر من هذا في هذا المنطقة أحتاج إلى تصحيح أكبر مما يعني يا إما تصحيح أكبر يا <تصحيح> إما موجة مساوية لهذه الموجة وهكذا بالصعود أو تصحيح أكبر لإلغاء هذا البول باك انتبهوا كذلك على الفريم اليومي لدي ديفيرجنس نقص في الزخم نقص في المومنتوم اذا هاد هاد التصحيح قادم في القريب اما تصحيح او نزول قوي طيب للبيع ما تعرف ان هذا البيج بوي لا زال موجودا وسينزل السعر هنا هي المنطقه التي يجب ان نراقب هنا هذا النطاق إذا كل ما أريد أن أراه هو نزول قوي قوي ليس نزولا تصحيحيا لأنه إذا كان نزولا تصحيحيا سيكون هذا هو ذلك التصحيح الذي أنتظر لكي ألغي هذا النموذج أريد نزولا قويا ثم تصحيح يبقى في الثلث الأخير من هذه الموجة الدافعة وهذا يقول لي نزول إلى أين؟ إلى مستوى 15 ألف دولار الى هذا المستوى اولا مستوى 19500 ثم الى مستوى 15000 دولار لذلك انتبهوا من البيتكوين راقبوه عن كثب هل ممكن البيتكوين ان يطير من هنا؟ نعم ممكن ان يطير لكن ضروري يعني ان يعطينا تصحيح ضروري يعني ان يعطينا تصحيح اذا اذا طار فرصتك كانت معنا هنا تنتظر الان اذا لم يطير وقتك تصحيح كبير هنا جميل جدا يمكنك الانضمام غير ذلك الصبر الى ان نرى ما الذي سيحدث اوكي اذا هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين اتمنى انكم تستفيدوا من هذه الفيديوهات وكنتم كذلك فجروا لايك ضعوا تعليقاتكم في الفيديو ساعدونا على نشر هذه القناه اكثر واكثر واستغلوا هذا العرض هذا اقوى عرض يمكنك استغلاله لحد الساعه الرابط مثبت في التعليقات اول رابط وفي صندوق الوصف اول رابط تضغط عليه وتتحدث معي مباشره على انا الذي يجاوبك ولا تنسوا الاشتراك في قناه العلم يعرف الكذب مباشر باليوتيوب الجديده ستجدون رابطها كذلك مثبت في التعليقات ثالث رابط لا تنسوا هدفنا هو تعليمكم وان العلم لا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته